خويا المهدي عطينا سمي لينا سميتها راه داك سميتها وقول هذا كتذكر لك يقول لك هذا الجري هو 200 درهم نجريسو 800 جوج هاد البيضة المترو شحال دايرة 250 درهم هادي 300 درهم هذاك تا هو مترو المترو شحال داير تا هو هذاك 200 درهم 200 درهم بيبي راه 250 هذا بيبي 250 درهم حمر اللهم بارك اخواني انا البلدي 60 درهم 60 درهم الفيومي كما الفيومي كاين هذا 1000 ريال 1000 ريال كنقولوا 70 درهم اللي قلتي 1000 ريال صافي سولد عزيز 1000 ريال بالنسبه لهاد الماركه ديال هاد الطوس أرلوكا هذا كيبقى الثمن على الخاص اللهم بارك اخواني اللي بغى راه غنعطيكم نمرة التليفون راه كيبقى الثمن على الخاص انا الفيومي راه كاينين الديكورة ديال الفيومي هنا 1000 ريال 1000 ريال قال لكم احمد البلدي 1000 ريال انا بالنسبة عندنا البيض ديال النعام اللهم بارك كيدير 500 درهم البيضة دايرة 500 درهم هذا البيض ديال النعام تبارك الله اللهم بارك هاد الماركة خويا المد الحريري الحريري الكوبلة شحال دايرة؟ 1000 درهم الكوبلة اللهم بارك اخواني هنا وصلنا ثاني عندنا الفيومي هنا كاينين الكورة ديال الفيومي اللهم بارك 1000 ريال تبارك الله اللهم بارك وبالنسبة لهاد الكوبلة هاد الكوبلة خويا هاديك الخدمة كاينة اللهم بارك راه قال لي عزيز قال لي كاينة المعنى قال لي اللي عطيتيها ديالها اللهم بارك هادي كوبلة كدير 10000 درهم اللهم بارك اخواني ها انتوما كما كتشوفوا تسالوا جي نديروا لها شي فيلم تشوفوا العقلية ولا مع الحجر ولا مع شويش اللهم بارك ها انتوما الاخوان تبارك الله بالنسبة لنا هادو 800 درهم 800 درهم الماركة البادو هنا عندنا البادو بوشاشية البادو بوشاشية داير 800 درهم كوب اللهم بارك اخواني كما شفتوا هادشي اللي شفنا عند خويا المهدي اللهم بارك تبارك الله خيرات مولانا اللهم بارك ها انتم الاخوان هادشي اللي عند خويا المهدي وعزيز كل شيء اللي كاين راه ورينا عليكم تبارك الله هذا اللي تبارك الله خويا المهدي النميره الله يحفظك 06 76 18 72 41 شكرا خويا ها هي ديال خويا عزيز ها هي خاطر الله يحفظك لي يا خويا صافي الله يحفظك خويا احنا باقي نسوق القريعه اللهم بارك خويا الماركه اللي كاينه هنا الفيومي السلالات هنا يعني عندك خليط كاين هنا يا خويا خليط السلالات في الاندلسي ليغور امروك تبارك الله اخواني كما سمعت النسواج ديال الفيومي كاينين التاوي ديال الفيومي اللهم بارك شحال كتقول خويا انا 22 درهم 22 درهم تبارك الله اخواني هنا كاين السلالات ديال 22 درهم تبارك الله اللهم بارك وهاد البرامة هذا كنقول فيه 400 درهم هاد البرامة كيقول 400 درهم واجد اللهم بارك هذا 400 انت واش صاحبي انت واش كنقول 300 انت واش كيقول 300 درهم تبارك الله اللهم بارك اخواني كاينه 300 درهم هنا
دابا كنلاعبو جاش وقف هز حاجه شي حيه انا وراه هذا في الكره هل كتقول فيهم جاش وصافي صافي على 250 درهم جوج الكره كيقول فيهم 250 درهم سامحو ما بغاش يتسامح عندهم 6 شهور يا خويا شهور انت وين واجدي شحال كتقول فيهم 600 درهم نتاوي اللهم بارك اخواني وهذا ذكر راه كيقول فيه 400 درهم تبارك الله راه واجد اللهم بارك اخواني شين ميل التليفون خويا 06 63 06 06 79 79 11 11 متشرفين خويا الله يحفظك مرحبا اخواني اللي بغى شي حاجه نمير التليفون واللي بغى شي حاجه راه يسولوا عليه ويوصي عليه راه يقدر يجيبها لي ويكون في السوق تكون عنده واجده يوم الاحد ان شاء الله الله يسخر الامور اخوان محبين يا اللهم بارك هذا كتسمى براس الاسد اللهم بارك اخواني شحال عندهم تقريبا خويا عندهم 3 شهور هادو شهرين هادو عندهم 3 شهور وهادو عندهم شهرين ونص اللهم بارك الثمن خويا شحال كتقول 120 و70 يعني الحبه 120 هادو ب 120 درهم وهادو 70 درهم تبارك الله اللهم بارك بقى عندك شي حاجه اخرى من غيره شي نمير التليفون قول خويا 06 63 77 58 11 متشرفين خويا اخواني اللي بغى شي حاجه في القنيه هاد السيد عندك القنيه اللي عندك اللي بغى شي حاجه في القنيه راه السيد راه عنده اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه في التليفون وراه هو غيشرح ليه شنو اللي عنده اللي حاجه اللي بغاو راه الثمن غيتفاهموا على الخاص الله يسخر لك خويا اخوان محبين قنيه محبين قنيه هذه البابيو اللهم بارك اخواني شحال كدير خويا هذه يا خويا كنقول فيها 150 درهم 150 درهم بحال الذكر بحال الانثى هاد الذكر بحال الجو كاينه 32 بياسه اللي بغاها يضرب معايا فيها جمله كاينه 32 بياسه اللي بغاها يشريها من عنده جمله راه كاينه عنده هادو بحال فيها في القهوه فيها البيضه كامله فيها نيوزيلاندي فيها كلشي فيها البيضه فيها الكحل فيها قلت لي اللون الشخم فيها اللون الشخم كاينه النيوزيلاندي النيوزيلاندي وديك الساعه كيبقى اللي بغاها جمله راه كيبقى الثمن على الخاص وغنخليو لكم النميرة التليفون ديال الاخ وهاديك الساعه اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاه السكنه في حي لالا مريم هاد السيد كيسكن في حي لالا مريم متشرفين كنحيي الناس ديال حي لالا مريم ونحيي جميع المغاربه تعطينا شي نميرة التليفون قول لينا خويا 06 64 79 76 05 شكرا خويا الله يحفظك اللي بغى شي حاجه راه يتواصل مع هذا السيد التليفون راه عنده العدد شحال 32 بياسه كلها يعني العمر تقاده وحده كاينه نقول شي خمسه اللي موين شكرا خويا الله يحفظك تحياتي محبين السمان شحال عنده خويا هاد السمان؟ هذا عنده 40 يوم تبارك الله هنا الدكورة هنا الدكورة ونتاوي تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اخواني كما شفتوا خويا عندك شي عدد اخر؟ شحال عندك تقريبا؟ كاينه شي 500 بياسه اللهم بارك اخواني كما كتشوفوا هذا السيد راه غيعطينا المعلومات اللي عنده تقريبا العمر ديال السمان اللي عندك شحال العمر ديالو كله تقريبا كاينه سيمانه بالنسبه للثمن 9 درهم ديال السيمانه ديال سيمانه ديال 9 درهم تبارك الله اخواني كيقول لكم هذا السيد عنده السمان ديال سيمانه كيدير 9 درهم تبارك الله شنو نمير التليفون خويا 06 01 95 32 68 هاد السيد اللي بغى شي حاجه جمله راه غيتفاهم معاه الثمن على الخاص كيبقى اللي بغى الجمله كيبقى الثمن على الخاص اللهم بارك خويا الله يسهل عليك خويا تحياتي للجميع الناس محبين الفيومي هادي كوبليت نعدو نتواج بجوج تبارك الله اخواني شحال الثمن ديالو 300 درهم هاد
يعني 3000 ريال البياسه. اللهم بارك. هذا في يوم حر تبارك الله. جوج انتوات كاينين هنا كيقول 3000 ريال البياسه. اللهم بارك اخواني. نمره التليفون راه حنا قلناها لكم اخوان محبي الفيومي. هذا الفيومي الذهبي ذهبي. شحال عنده قلت لي انا؟ شهرون تبارك الله. هنا 30 درهم اخواني. هنا 30 درهم عنده شهرون. هنا عنده شهر. هذا البيضي عنده شهر كيقول 25 درهم تبارك الله اخواني. اللهم بارك. انتم الاخوان اللي موجود عندنا في سوق القريعة. اللهم بارك مع احسن الباعة ديال سوق القريعة. اللهم بارك اخواني. ماركت خويا الماركة ديال هادي الله يحفظك البيتزول تبارك الله اخواني. محبين دجاج بيتزول حزمة تبارك الله. شحال كتقول هنا خويا؟ 400 درهم البياسة. اللهم بارك. الدجاجات براهمة شحال كتقول خويا؟ 150 درهم. محبين دجاج براهمة هادو انت ديال البراهمة كيديروا 150 درهم تبارك الله. اللهم بارك. هنا راه الفيومي كما قلنا لكم هنا 25 درهم تبارك الله اخواني. هنا دجاجات ديال البراهمة شحال هنا؟ 400 درهم. اللهم بارك اخواني. هذيك الدجيجة اللي تم شحال هذه صاحبي؟ 120 الماركة. الماركة ديال الدجاجة هذه البانطام. هذه دجاجة البانطام تبارك الله. اللهم بارك. هادو كي قلنا لكم هادو ديال البراهمة كيديروا 400 درهم هاد الانتوات تبارك الله. اللهم بارك. خويا شنو ميرة التليفون؟ 06-61 77-22-19. اللهم بارك خويا. الله يسخر لك اخوان محبين قنية. اللهم بارك. تحياتي للجميع. خويا الماركة ديال القنية عندك هنا؟ كاينة عنده هنا البابيو. البابيو اللي كاينة تبارك الله. بالنسبة للثمن هنا؟ 50 60 70. لا عطينيها هنا. 50 60 تما كاين خلطة كاين كبار كاين صغار. كاينة 50 درهم وكاينة 60 درهم كاينة 70 كاينة 80 درهم يعني على حساب هنا 80 درهم. هذه البابيو اللهم بارك اخواني. شحال تقريبا عندها؟ شهرين تبارك الله اخواني. هذه رأس الأسد اللهم بارك. قلت لي بالنسبة للثمن تاعها 120 درهم هنا 80 درهم. اللهم بارك اخواني. هنا راه كاينة 60 درهم وكاينة 70 درهم على حسب العمر الحجم. اللهم بارك اخواني. وهاد الفروج اللي بغى الحجم بلدي هذا بلدي ولا في بلدي شحال قلتي؟ 100 درهم. اللهم بارك اخواني. شين ميرة التليفون خويا؟ لا عندك الكونتيتي قول لينا. مرحبا قول خويا. 06-90-67-58-50. بقى عندك شي حاجة أخرى تقريبا العدد اللي غيكون. مرحبا اللي بغى السيد راه يتواصل معاه راه كاين العدد عنده. مرحبا. الأنواع اللي عندك يقدروا يكونوا من البلدي وأنت غادي تلقى الخليط عنده الأنواع. هذيك الساعة اللي تواصل معاه في التليفون راه غيقول لي الأنواع اللي عنده. اللي بغى شي حاجة غيقول لي أش من نوع غيوصي عليها. إلا كانت عنده راه غيتواصل معاه فيها. اللهم سخر. الله يبارك فيكم خويا. الله يسهل عليك البلدي. اللهم بارك. هادو الدجاجات هادو الدجاجات تبارك الله. اللهم بارك.
محبين الدجاج البلدي. شحال كتقول الثمن هنا؟ 1000 ريال. اللهم بارك. عندك شي عدد اخر ولا هادشي؟ كاين الخير تبارك الله. هاد السيد عنده الدجاج البلدي. هاد الدجاج البلدي اللي عندك عنده البلدي. هاد السيد اختصاصه في البلدي. شي نميرة التليفون؟ 07 18 14 29 83 66. متشرفين. الله يسخر لك الامور. اللي بغى شي حاجه ديال الدجاج البلدي يتواصل مع هاد السيد، راه رجل خير، راه غايقول لكم اشنو اللي عنده والاثمنه، واللي بغى الكونتيتي راه كيبقى التفاهم على التليفون يعني على الخاص. اللهم بارك. الله يسخر لك اخوان محبين نيغريسوا. هذا الحريري تبارك الله. اللهم بارك اخواني. شحال العمر ديالهم تقريبا؟ طالعين في 5 شهور. اللهم بارك اخواني تبارك الله. شحال كتقول في الكوبلة؟ 250 درهم لهاد الكوبلة تبارك الله اخواني. كما شفتوا هادي كوبلة دايرة 250 درهم. اللهم بارك اخواني. عندك شي حاجة بزاف ولا هادشي؟ اللهم بارك. الله يسخر لك الامور. محبين الدجاج. خويا قلت لي الماركة أنا سمح لي الهولندي. شحال خويا هادي كوبلات الكورة؟ شحال خويا الثمن؟ 300 لواحد. اللهم بارك. هنا عندنا البراهمة. ناس محبين البراهمة. الماركة ديال البراهمة هذا براهما كايوتي. هذا بورتو كايوتي. هذا الكايوتي. هذا البورتو كايوتي. شحال الثمن خويا؟ هذا 800 درهم. هذا 800. هذا 500 درهم. 500 درهم. اللهم بارك. هذا النيغريسو. هذا النيغريسو. هذا الحريري. الثمن 400 درهم. اللهم بارك. هنا هاد الوليدات براهما بورتو كايوتي. هادو البراهما بورتو كايوتي. وهاد البيض تا هو براهمة. اللهم بارك. ثمن هنا 80 درهم تبارك الله. اللهم بارك اخواني. هاد الفليسات ديالك تا هو براهمة. اللهم بارك. ثمن 50 درهم. هاد الحريري ديالك هادي كوبلات. شين ميل التليفون خويا؟ قول خويا. 06 33 77 77 60 21. باقي عندك شي انواع اخرى؟ كاينين. مرحبا. عندي فلاس ديالهم اللي بغا يمشي واحد. اللي بغا يتواصل مع هذا السيد راه عنده انواع. اللي بغا شي حاجه يسولوا عليها. اللي عنده راه غيقول لي عنده. اللي ما عندوش راه غيحضرها لي. اللهم بارك اخواني. تحياتي خويا. الله يسخر الناس اللي كيحضر. هذا كروازي خويا. الناس محبين الكروازي اللي باغي يذبح. اللهم بارك. هذا كيقول 80 درهم تبارك الله. اللهم بارك اخواني. كما كتشوفوا حاليا تبارك الله. اللهم بارك اخواني. اخوان محبين طائر الحر، طائر الباز. اللهم بارك. خويا تقريبا شحال عنده؟ ما كملش العام. باقي ما كملش العام يعني الدريساج كامل. نار. اللهم بارك. شحال كتقول فيه خويا؟ 1000 درهم. 1000 درهم تبارك الله. شنو ميرة التليفون؟ 06 94 74 77 74. اللهم بارك خويا. شكرا وتحياتي.